العزة والشرف والرفعة الاجتماعية والدينية التي حصلت للمذهب في كل العالم وفي العراق خاصة وفي كل العالم عامة، ورفع ما كان من ذلة وقنوط وخنوع واقتصار على اللذاذ الشخصية والأرزاق التجارية والأسرية. ومن هنا يمكن أن نلاحظ فكرك يمي، ومن هنا يمكن أن نلاحظ أن ما حصل هنا بهذه صلاة الجمعة الملتزمون بها جميعا إن شاء الله، حصل هنا ما لم يحصل على مدى التاريخ لأي أحد. وأمامنا الآن إيران، فإنهم حين أقاموا صلاة الجمعة نعم ما فعلوا، ولكن لم تكتسب إقامتها هذه الأهمية التي رأيناها هنا في العراق بالرغم من وجود دولتهم وحوزتهم، وإنما نظر إليها العالم هناك كعبادة اعتيادية حصلت قناعة اعتيادية من قبلهم بإقامتها، لا بأس فلشي ثواب. وأما هنا فكانت فتحا مبينا لا مثيل له،